مرحبا، الأصل في أي تعامل في حياتنا هو الالتزام بالوعود اللي بناخدها على نفسنا، ولما أي شخص يحصل على أي قرض من أي جهة بتكون طريقة السداد ومواعيد الدفعات بمثابة وعد وواجب وافق عليه من البداية. ومن شان هيك، وفي حالة صارت معكم أي ظروف قاهرة أو صعبة خلال فترة القرض سببت مشاكل في سداد قرضكم، فما تيأسوا، استشيروا عائلتكم أو أصدقائكم، وإذا ما وصلتوا لنتيجة خبروا البنك أو المؤسسة مسبقاً، وحاولوا تعطوهم معلومات واضحة وكونوا صريحين، لأن التواصل الدائم والصراحة في مثل هيك حالات ضروري جداً لمصلحة الطرفين.